بعد ما سيبنا نحوت وتماثيل يتحاكى بيها العالم كله بيجي مصر عشان يسرق النحوت الجميلة دي وانتوا بتبيعوا عادي، لكن سبتوا انتوا الفن ده حد ما اتدهور وبيدل على حجم الحضارة اللي عندكم. تعالوا شوفوا معايا الصورة دي في صملوط في المنيا، دي المفروض انها خالتي نفرتيتي، خالتي لازم شقيقة امي كده تعملوا في خالتي كده يا خالتي. تبص فين يا امي؟ في المرج احد اولادي حب يحط التاتش بتاعه وعمل التمثال ده، تمثال قرص الطعميه. ايه يا اسطى ده؟ عيب عيب قوي. انتوا ما عندكوش فراعين بلاستيك ولا ايه؟ التمثال اللي جاي ده لشخص حديث، يوسف شاهين، حب يعمل له التمثال ده، قلب معاه على قلبز المغامرين الخمسه، تختخ، هو اي حاجه غير يوسف شاهين. حتى المغنيه الشهيره ام كلثوم انا كنت متابعها وانا في التابوت، لكن اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا في ميدان ابو الفداء بالزمالك، التمثال كان حلو ومحترم وشبه ام كلثوم فعلا، لكن هناك فنان مصري حب يحط التاتش بتاعه، ضربها ورنيش اسود بقت مزنهره بتلمع، كمان عمل لها عمليه واستأصل اللغد بتاعها، ما بقتش ام كلثوم خالص. وفي مجال العلم والعلماء شيد أحفادي تمثالا للعالم رفاع الطهطاوي أسموه عشان عليك يا رب ما دفع درفع ظلمة. وفي قرية بندار بسوهاج شيد أحفادي تمثالا لجدهم رمسيس الثاني بس قلب على جوحة. في سوهاج عملوا التمثال ده لأحمد عرابي، الناس ما بقتش عارفة ده مين فسموه الراجل الأخضر. ده بقى تمثال كوتونيل على طريق مصر اسماعيليه، رمز للرياضه، مش عارف ايه علاقته بالرياضه لكن مش هعلق كتير عشان التيت. ده تمثال العقاد في اسوان بس اتحرق يا ظلمه. وفي جامعه المنصوره كان الاساتذه فرحانين جدا لانهم عملوا تمثال منحوت لطائر الحكمه، بس الحقيقه هما نسيوا يكتبوا نوع الطائر ده ايه، هل هو جراب ولا حمامه ولا بلبل. وفي ميدان التحرير كانت هناك علاقة حب حول هذا التمثال اللي اسمه ما تخافش من الهبلة خاف من خلفتها. ده بقى تمثال أبلة عطيات ناولين كوباية المية بسكر بسرعة بيغمى عليها كتير فخلدوا الذكرى دي. ده تمثال مدام سناء إله الشهر العقاري عند المصريين، حرام على أهاليكوا، احنا وبلا فخر ما غلطناش في النحت الا غلطه واحده. تمثال عملوا شنن رحتب الرابع واعدمناه، عمل تمثال اسمه ما اقدرش ادق الكزبره غير وانا واقفه مشمبره، اعتبرناه تمثال مهين واعدمنا النحات. خدوا اي رد فعل للمهزله دي. ونظرا لخصوصيه التمثال اللي جاي او النحته اللي جايه مش هنذكر الاسم وارجوكم بلا تعليق، لانه في احد الميادين المصريه عمل النحتايه دي بلا تعليق. أبوس أزوريس أمك بطل تنحت. التمثال العجيب المريب الرهيب ده مصر، ميم محمد والصاد صلى الله عليه وسلم والراء رسول الله. وسؤال بقى، مصر قبل بعثة رسول الإسلام أيامنا إحنا كان اسمها إيه؟ كوثر؟ أرجوكم اللي يقفش أي تمثال من العينة المضروبة دي يحطه في الكومنتات، لأن خلاص النيزك قرب يبيد البلد دي.